طب اخواتها لهالبنت هالصبيان ولاده ليه ما وصلوا لك؟ اتصلوا باختي. اتصلوا باختي. رجعنا قامت اختي جابت لنا الرقم. كان القصه 4 سنين واتصلوا فيها. قمنا رحنا اتصلنا انا ومرات خيي فيه. قلت له انا اختي انت خيال السعديه؟ قام قال لي ايه. انا اسمي السيد العشري. قلت له طب أنا اختك اعطيني اياها احكي معها. ايه بدي اسمع صوتها. قام قال لي اختي مش حدي. قلت له طب وين؟ قام قال لي حاعطيكي رقم تاني إيه محل ما موجوده بنتك. سجلت الرقم؟ سجلنا الرقم. اتصلنا قام مين رد؟ ما رد حدا علي للرقم وبعدهم معي موجودين. ليكي عندي سؤال، بنتك بعمر 9 سنين راحت، ما خفتي عليها انه هالبنت قبل مرحلة البلوغ بدها أمها حدا، بدها رعاية، ممكن تضيع، ممكن تنأذى، ممكن حدا يتحرش فيها، ممكن حدا ولاد السوء يأذوها، فكرتي فيهم؟ فكرت فيهم. ما أنا حكيت فيها القصة. أم المسؤولية عليك بيعملوا. مين قال هيك؟ خيي. قال بتقدري أنت تربيها؟ أنت برأيك سعدية بعدوها عنك ولا القدر عمل فيك هيك؟ القدر عمل فيه. القدر فيه. بتلومي حدا؟ لا. شي مرة بينك وبين حالك لو 1% لمتي السيد جوزك؟ لا سامحت. مع انه بنتك انحرمتي منها كل هالعمر؟ لأنه مش ذنبه. مش ذنب، ذنب مين؟ القدر. فكرتي ترجعي تتزوجي؟ لا. أنا فكرت شي يوم تشوف بنتي روح لعند بنتي. عندك أمل تشوفيها؟ تحلمي فيها؟ بحلم فيها. شو بتحلمي فيها هي صغيرة؟ ايه. نفس البنت؟ نفس البنت. حلوة؟ شو لون شعراتها؟ كانوا لون شعراتها شقر على شقر. عيونها؟ عيونها هيك عسليات. بتشبهك ولا بتشبه بيها؟ من تكوين بيها. من وقت ما انسلختي عنا كان عمرها 9 سنين لليوم ما شفتيها، لا عندك صورة، لا عندك رسمة، لا عندك ورقة بتثبت انه سعدية بنتك. كيف بتعيشي هالوجع؟ هي انا عايشة. بتصلي لربك؟ شو بتقولي له؟ بقول يا ربي شوفني وبجها بخير واحضنها وهي. برأيك رح تعرفيها بس تشوفيها؟ ايه. كيف رح تعرفي شكلها؟ بعرفها، عندي حاسة. بس بالحاسة؟ ايه. برأيك هي مشتاقت لك كمان؟ يمكن تكون عم تفكر نفس التفكير اللي أنا عم فكره. ويمكن لا، يمكن عم بتقول هيدي أمي كبتني رمتني تركتني. ممكن أو لا؟ بعتقد لا. شو ليش؟ لأنه عاشت هونيك بدون أم. بس يمكن تعودت من دونك. أكيد تعودت. تعودت؟ فيما لو كانت موجودة وقالت لك أنا مش عايزاك، مش عايز أشوفك، شو دليلها؟ بقولها طبعا أنا أمك، أنا أمك. صح أنه سافرت وبعدت عني 18 سنة بس أنا أمك. اشتقتي لها؟ اشتقت لها. شو أكتر شي مشتاقة فيها لسعدية؟ اطلع بعيونها، أحضنها، شمها. إذا كنت عم تسمعك بس هي ما بتعرفك، اعتبريها موجودة واقفة قدامك، شو بتقولي لها؟ طلعي بكاميرتك وقولي لها، شو بتقولي لها؟ يا ماما يا سعدية أنا مشتاقت لك، حابة أشوفك، حابة أحضنك، ما أشبع منك. ما بدي اياكي تبكي، ما بدي اياكي تبكي، اعملي معروف. مش بايدي. اوكي بس العمر هالقد صعب والقدر قسي عليك كثير وما كان عندك حدا حدك. بد كتر ما ببكي كتر ما بفض قصرة وهيك. بنت اختي حرق قلبها علي وهي اللي عم تساعدني.
اخوتك عندهم اولاد؟ ايه. بهالعمر كله لما شفتي اخواتك عم بيربوا هالولاد قدامهم وانت لوحدك؟ ايه ما بتأثر، كل وحده حاضنه ابنها او بنتها، ايه ما بتأثر انا فيها. انه بنتي مش حدي. بأي موقف بحياتك، موقف كان في شدة، قلتي يا ربي دخيلك بدي بنتي حدي؟ ايمتى؟ وقت لما ضربتني السيارة عند المستشفى على قدين. لما ضربتك السيارة حسيتي انه بدك اياها حدك؟ ايه، لأنه أنا كانت أمي ميتة وقت لما ضربتني السيارة وبنتي بعيدة عني. أنا وقتها كنت متوقعة الموت لما ضربتني السيارة. حسيتي حالك عم بتموتي، وشو فكرتي؟ فكرت، قلت أنا لو ريت برجع بشوفها قبل ما موت أو بصيرني شي. شي مرة بتقولي بينك وبين حالك، وبعتذر على السؤال، بتقولي يمكن موت من دون ما أشوفها لبنتي؟ بتفكري هيك؟ صعبة. صعبة. شو بدك؟ نهاري. تعبتي؟ بدك مي؟ في دواء مع وسيم. في دواء؟ في دواء مع وسيم بالشنطة. في يعني دواء مع وسيم بالشنطة، اعمله معروف.